بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض مشاعري تجاهك صادقة. أنا بحبك. دفع مهري وشبكتي وأكتر كمان من اللي طلب منه. واللي يتعب التعب ده كله علشان واحدة ما يفرطش فيها بالسهل أبداً. تاخد إجازة ونروح كام يوم على بيروت ونغير جو وأكيد نادر رح تنبسط كتير. وأنا وياك ولا مرة سافرنا مع بعض. صعب لمين دول؟ أول ما جينا العنوان هنسافر على طول. نسافر؟ أكيد مش هسيبك تسافر لوحدك. ماما 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 مساء الخير. مساء النور. حضرتك هتعملي مكالمة؟ لا أنا محتاجة أقابل صديقي. كنت عايزاه في حاجة ضروري وهم بعتني من عنده في البيت. قول له كريمة من طرف مدام نعمت. طيب عن إذنك ثانية واحدة. كريمة ازيك يا كريم؟ خير؟ حد في البيت جرى له حاجة؟ لا ما تقلقش كله في البيت عند حضرتك كويس. مدام ماجدة تعيش انت؟ ايه
غطيت لك المرايات اللي فوق كلها زي ما طلبتي مني بالظبط. واحده ما تعرفهاش والتانيه كانت تطيق العمى ولا تطيقها. الاثنين عاملين مناحه زي ما تكون اللي ماتت دي عمتهم. عامل ايه؟ قاعد جنبها على السرير مش راضي يسيبها. انا كلمت قرايبهم في مصر وبلغتهم انه الدفنه بكره الصبح واللي مش هيلحق هيحضر العزاء. او ناجل الدفنه شويه. لا ازاي؟ اكرام الميت دفنه، في حاجات ما تستناش. ولحد الدفنه؟ يعني ايه؟ بعتقد قصده انهم بتتركوها لبكره الصبح. اه نهوي الاوضه شويه وانا هبعت البت نبيها بشويه بخور تبخر المكان كله. طب وعزيز؟ طمني حبيت معاها. عال اشوفك الصبح اذا يا فريد. بالاذن يا جماعه. بيا في حياتكم. رح ابعت لك لبس النوم مع ويدات. شكرا يا عايده. انت بخير؟ اول مره ادخل بيتها وعارفه انها مش هتبقى مرتاحه اني اكون موجوده هنا، بس انا كمان مش هكون مرتاحه لو ما جيتش اطمن عليه. اكتر حاجه هتريحها انها هتبقى مطمنه عليه وهي عارفه ان الكل بيحبوه حواليه لحد ما عدي منها. غيرنا وبعدين احنا مش كان في ما بيننا معاد؟ ما في ايه؟ مالك؟ ايه اللي حصل بس فاهمين؟ تعالي تعالي في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ شفته شفته. واحدة واحدة بس يا كريمة، هو مين اللي شفتيه؟ كان مات، كان مات قدام عينيا وبعدين فجأة شفته. أنا مش فاهمة. أنا اللي مش فاهمة يا كريم. هو مين؟ ما أنا لازم أفهمك. عزيز قوم ريح شوية، بكرة قدامك يوم طويل. طب أنا تحت لو احتجت حاجة أنا موجود. كيفه اليوم؟ مش أحسن، ما نامش طول الليل. ربنا يصبره، شيء قاسي جدا. حياة كتير قاسية. بس في ناس زي عزيز قلبهم أخضر ولين ما يستحملوش القسوة. ما في حدا مهما كان قوي بيتحمل يا فريد. بس كمان لما بنتخيل انه ما فينا نتحمل وانه رح تكون اخر الدنيا نكتشف مع الوقت انه كل شيء بيعدي. بعتقد انه الحياه علمتنا كثير منيح وقتها يوسف الله يرحمه. بقصد انه أكيد ما بيكون بدهم ينا نوقف من بعضهم،
أكيد بيكونوا بيتمنوا إنه نكمل ونتعامل مع غيابهم، لأنه ما لازم نوقف، ما لازم نكون عايشين كأنه ميتين. خلص دفنه وبعدين هروح على المستشفى عشان هقدم له ورق إجازة. الراجل في الأوتيل ما كانش راضي يقول لي حاجة، بس في الآخر قال لي إن مفيش نزيل بالاسم ده. يمكن تكوني تخيلتي بحد شبهه، أو يعني صرت الموت فكرتك بيه. يا ريت يكون كده. أنا حاولت أوصل لعلي النهاردة الصبح ما عرفتش، هحاول أوصله تاني عشان يروح على بعدها يفهم بنفسه ويطمن. طيب وهو لو راح مش هيحصل قلق أكتر؟ هو في قلق أكتر من كده. أنا أسف. بطلي اعتذار، مش عارفة أقبله يا كريم. لا أنا أسف، قصدي يا كريمان، يا شيخة ده أنا قلتلك أنت أختي، نيمتك في فرشتي من أول ليلة وقسمتك لأمتي، ما تقسمينيش سرك. ولولا الظروف عمري ما كنت هقولك حاجة، لأن دي مسؤولية ما أحبش أن أنا أورطك فيها. أنت فتحتي لي بيتك، فتحتي لي قلبك، ما تكونش جزاتك أن أنا أورطك في مشكلة زي دي. مشكلة؟ ده قتل. طب على القليلة كنت قولي لي وانا اختار اذا كنت اشيل معاك الحمل ده ولا لا. اديني فرصة بس اوصل لعلي، والنهاردة او بكرة كتير همشي. هتمشي تروحي فين؟ ما لو طلع ميت يبقى انت هربانة من جريمة ولازم تفضلي مستخبية، ولو طلع عايش فانت برضو لازم تفضلي مستخبية، وكده كده انت بتقولي كلها كم يوم وهتسافري. ايه؟ كنت هصحى الاقيكي لما حاجتك ومشيتي؟ وحياة بنتي لا. كنت هقول لك كل حاجة قبل ما اسافر، وكنت هجيبها وارجع عليكي. انتي عيلتي وعيلتها اللي انا اخترتهم لنا يا جليل. طيب انزلي انتي شغلك دلوقتي عشان الظرف اللي عندهم، اكيد صوفيا محتاجة لك. وديك اطمنتي ان البعبع اللي مخوفك مش حقيقي. الباقي في حياتك. قلبي عندك يا اخوي. يجعلوا آخر الأحزان. أستر، ماما بتحب. أنا مش عايز ناس، مش عايز عزة، أنا مش عايز أستحمل 7 أيام من ده. مش عايز حد يقول لي
باقي في حياتك؟ هي ما قالتليش اعمل ايه بالبقية دي؟ عارفة اوحش حاجة بتتقال في العزا ايه؟ تعيش وبتفتكر. كانهم بيدقولك انك تفضل شايل الوجع والألم. او تفتكر اللحظات الحلوة اللي عشتوها سوا، اللي حتى بعد ما الشخص ده بيموت بتفضل وياك. مع الوقت بتلاقي ان الذكريات كلها بتتمحي او بتتلخبط. ما بقتش فاكر الحادثة اللي عملناها بالعجلة وسابت علامة في ظهر يوسف. كان عنده 10 أو 12 سنة. بقتش فاكر لما ماما عرفت اني بشرب سجاير يوسف صلحنا على بعض بعدها كم يوم ولا اسبوع. بس اللي فاكره يوم موته. الناس بتقول ان الحزن بيتولد كبير وبعدين بيصغر، بس ده مش حقيقي. انت بس بتتعود على الالم، تتعود تعيش وانت شايل الالم ده جواك، او تتعود تبطل تشتكي من احساسك بيه. بس انت ممكن تشتكي ليا عن اي حاجه مضايقاك او وجعك. ما عشان كده اصريت نتقابل حتى ولو ربع ساعه، عشان قبل ما ارجع واروح لعزيز واقول له ان لازم يقوى، كنت محتاجه تسند على حد ما تكسفش ابين ضعفي قدامه. انا قلت لك مالي، انت بقى مالك؟ مفيش، يمكن لسه مخدوده من اللي حصل. الله يرحمها. مش كانت طنط جت بعد العزاء قعدت معانا شويه وكنتوا روحتوا سوا؟ كان لازم تروح تزور واحده قريبتنا، وبصراحه كده احسن علشان ما تقولش او تعمل حاجه تضايقك. تضايقني من غير قصد اكيد، يعني انت عارفه كلمه منها على كلمه من مرات باباكي تقول حاجه او ترد رد يزعلك. ايوه يا حسن، بس ده معناه انها عمرها ما هتيجي تزورنا لحد الجواز، او لما هتيجي هتبقى زي يوم الخطوبه مش طايقه حد وساكته طول الوقت. هي هتحتاج شويه وقت بس هتتعود. ولو ما تعودتش، ولو بابا فضل مصمم يكمل في الجوازه دي وما حسش بغلطته؟ بس ده مش طبع بابا خالص يا حسن ولا ذوقه. انا لولا اني مش بصدق في الكلام بتاع الستات كنت صدقت الكلام اللي لواحظ الخطبه قالته لماما، انها يعني ممكن تكون سحره له. معلش احنا شطبنا هنا. ما تخافيش. اسمعي، ما دام عرفتيني يبقى انت فعلا كريمان، مش كده؟ انت خايفه ليه؟ ده انا مصدقت لقيتك عشان اعرف منك ايه اللي حصل لك وحصل لليلى. انا بدور عليك من ساعه ما فقت من الحادثه اللي حصلت لي. انا حاسه. هقعد واحكي لك وانت كمان تحكي لي. انا محتاج افهم، انا ليه فقت من اللي حصل لي ما لقيتكوش جنبي؟ وليه لما انت عايشه كويسه وما فيكيش حاجه ليه انت هنا مش في بيتك؟ انت ما ينفعش تبقى هنا، ما ينفعش صحاب المعلم يجوا يلاقوك. ليه؟ هنتكلم بس مش هنا ومش دلوقتي. كريمان انا بقالي شهور بدور عليكي عشان عندي 100 سؤال في دماغي مش لاقي لهم اجابه.
حادثة على طريق القاهرة. مش عارفين إذا كانوا حرامية طلعوا عليا ولا حد كان متابعني. وأنا مش فاكر إن أنا كان ليا أعداء لدرجة إن هم يحاولوا يخلصوا مني. المشكلة كانت لما فقت. تخيلت إن أنا بقيت كويس. كتبوا لي على خروج من المستشفى. ورجعت على البيت. وأول ما دخلت اتفاجئت بصورتي جنب صورتك. ما عرفتش ساعتها مين دي وإيه اللي ملبسنا لبس الزفاف. حاولوا يفكروني بيكي وبجوازنا وبنتنا ليا. ما اطمنت عليها وعرفت مكانها من أول يوم. حاولت أفهم من إيمان إيه اللي خلاني أصفرها معاها. ما فهمتش. اللي فهمته إن إحنا كنا في مصر في حفلة أو مناسبة ومحدش قدر يجزم مين كان معانا ولا كنا فين. عشان كده كنت بدور عليكي عشان تعرفيني إيه اللي حصل لك وعشان أفهم منك إيه اللي حصل لنا إحنا الاتنين. يعني أنت مش فاكر أي حاجة حصلت يومها؟ الدكتور بيقول لي إن أنا مش فاكر أي حاجة ليها علاقة بينا. تقابلنا فين؟ إزاي؟ جوازنا بنتنا وحياتنا سوا. الغريبة إني فاكر كل حاجة ليها علاقة بيا. اسمي وعيلتي. الأدوية اللي كنت باخدها ما كانتش جايبة أي نتيجة. وقلت إن أنا لما أشوفك أكيد هفتكر. افتكرت؟ ودي يوم المحل قبل ما تروحي من فضلك يا كريمة. حاضر. عايزة مني أي حاجة تانية؟ كتر خيرك، روحي عشان ما تأخريش. كريمة شكراً إنك جيتي تحسي. دي الأصول. أنا حتى جيت متأخر عشان ما كانش ينفع أسيب المحل لوحده، وصوفيا كانت طالبة مني حاجات أجيبها وأنا جاية. طيب خليني أوصلك بدل ما تروحي لوحدك. لا خليك أنت هنا معايا، أنا عارف أروح بسهولة. صحيح، جليلة كانت عايزة تسألك حاجة. في واحد قريبها عمل حادثة وبيقولوا إن الحادثة جابت له فقدان في الذاكرة. في حاجة اسمها كده صح؟ طبعا في، بس هو الموضوع معقد شوية. يعني في حاجة اسمها إن هو يفتكر حاجات وينسى حاجات؟ يعني يفتكر نفسه وحياته وينسى ناس بعينهم؟ يعني هو أنا مش متخصص في المجال ده، بس ممكن طبعا. وأعتقد إن في أدوية ممكن تساعد على استرجاع الذاكرة. قولي لها ما تقلقش، ولو احتاج الدكتور كويس أقدر أوصلها بيه. هبلغها. أنا لازم أمشي. هشوفك بكرة.
طيب معلش امشي انتي دلوقتي. جالي لحد المحل. ما يمكن مش هو او حد. هو بس مش فاكرني. بيقول لي ان بعد الحادثه اللي حصلت له اني اتمسحت من ذكرياته. قولوا له انه لما رجع البيت وروا له صور لي انا وهو مع بعض ما كانش عارفني، وانه بيدور عليا من ساعتها عشان ما كانش عارف انا جرالي ايه. لهوي يا كريم يا لهوي. انا مش عارفه احمد ربنا اني طلعت ما عملتش المصيبه اللي انا كنت فاكره ان انا عملتها، ولا اني خايف انه طلع عايش حتى هو مش عارفني. فهميني بس، هو قالك ايه وانتي رديتي قلتي ايه بالظبط؟ أنا مش هينفع أتأخر. طب اقعدي الأول. أنا بحاول أحل الألغاز اللي بقالي شهور حيران فيها وبيها، وشايف في عينيك إنك مش طايقاني وخايفة مني ومش فاهم ليه، وده هيجنني. عارفة يعني إيه جزء من حياتك لا فاكراه ولا عارفاه؟ عارفة يعني إيه إن يبقى في ناس مهمة في حياتك لولا الصور كنت ممكن تقابليهم في الشارع وما تعرفيهمش؟ عشان كده مستنيكي تحكيلي. وما رضيتش أضغط عليكي إمبارح لما شفت كل الخوف ده في عينيكي. أنا ما جاليش نوم إمبارح من كتر التفكير. إيه اللي ممكن يكون وصلنا لده؟ أنت. أنت اللي وصلتنا لده. طريقتك وقسوتك معايا من أول يوم. من يوم ما عرفتك؟ من يوم ما اتجوزنا. في الأول حياتنا كانت يوم واحد حلو وعشرة لأ. وكنت بفضل أقول لنفسي بكرة هتتعودوا على طبع بعض. بكره هتفهميه وهيفهمك. لكن كل ما كان الوقت بيعدي كل ما كنت بتقسى عليا اكتر. مش ممكن. انا مش قادره اصدق. لا صدق. روح اسال الناس اللي قالوا لك اننا متجوزين. محدش حكى لك عن صوتنا العالي، عن خناقاتنا كل كام يوم، عن الحبس اللي انت كنت معيشني فيه، عن كل علامه في جسمي كنت بحاول اخبيها من كل الناس اللي حواليا. بس أكيد في حاجة وصلتني لكده. مش معقول أتحول لوحش كاسر كده من الباب للطاق. ده كان طبعك يا إسماعيل، وبقى طبع وشكل حياتنا سوا. حتى وجود ليلى ما منعكش من الأذية، بالعكس. طب وهي أقصد يعني عمري ما. لا طبعا، ولا عمري كنت هسمح انك تقرب لها. بس مين عارف؟ مين عارف انا كنت هقدر احميها واحمي نفسي لحد امتى؟ مش موافق. طب معه حق. طبيعي يعني يكون بده اياه يكون تقعدوا لحالكم وما بده يقعد مع العائله. بدك اياه كمان يكون بده يقعد مع نعمات؟ ما انا عارفه انه صعب. انا نفسي لا عارفه اتعود ولا قادره استحمل. انما لما جيت فكرت فيها لقيت ان انا مش معقوله اتجوز واسيبها قاعده لوحدها مع باباه. طب شو الحل؟ الحل ان حسن يقتنع. انا قلت له ان انا ما اقدرش اسيب بابا، وان البيت كبير ويسعنا، وبعدين بابا لا عمره هيدخل في حياتنا ولا هيضايقنا. ومرت بيك تفهم انها ضيفه ملهاش غير نومتها واكلتها وبس.
من حقها تتدخل ولا تقول رأي. أنا هعمل لها حساب دي كمان ولا إيه؟ ما تضغط عليهم أكتر من هيك. أنت بدك تحل الموضوع، ما بدك تأزميها بينك وبين حسن ولا بينك وبين بيك. أيوة أنا عارفة. هيدا إيه اللي في دراعك ده؟ لا ما في شيء، كنت عم جيب غرض من الصندرة. شكلها خبطة جامدة. لا بسيطة، ما تمرشحي يا أبو ولا ما تخاف. بعد لما الناس حكولي عنك وعنها وعن إني إيمان خدتها وسافرت كلمتها واتطمنت عليها منها، بس للأسف ما قدرتش أجيبها. تجيبها؟ هترجعها بجد يا إسماعيل؟ أكيد، بس كان لازم أوصل لك الأول وأفهم منك إيه اللي حصل. ما كنتش هقدر أجيبها وأنا بجري وراكي من بلد لبلد عشان أوصل لك وأعتر فيكي. وأنت عترت فيها إزاي؟ ليلى برضو كانت السبب. لما إيمان قالت لي إن هي سافرت بيها من بورسعيد، ولما قدرت أوصل لعنوان علي أخوكي ورحت سألت عليه قالوا لي إن هو برضو في بورسعيد، فكرت إنك ممكن تكوني هنا. قررت أجي وأدور عليكي، مش عارف إزاي ولا فين، بس كنت عارف إن أنا هلاقيكي. كنت متأكد. كأن حقيقة الموت التي لا مهرب منها قد باقته. ماذا لو انتهت حياته غدا؟ أيكون قد أفناها دون أن يحقق ما يتمناه ويريده؟ أصبح هروبه من نفسه يرهقه، محاولاته لجعل الأمور تسير كما ينبغي أصبحت ترهقه، لم يعد قادرا على التعايش مع عذاب ضميره ولا عذاب قلبه. كان يعرف أن عليه أن يختار، وكان الاختيار واضحا، فقط كان عليه أن يتخذه. أخيرا سمعت خبر يطمن قلبي أنك بخير. لسه بعيد عني لكنك بخير. بس اللي مخليني أكتب لك النهاردة إنك الشخص الوحيد اللي عارف كل حاجة، يمكن أكتر من نفسي. أنا حتى نفسي ممكن أكتب عليها ساعات، إنما أنت لأ. على قد ما المفروض أكون ارتحت، على قد ما خايفة ومرعوبة من اللي جاي. أنا بخرج من كل كذبة على كذبة أكبر، وبخرج من خوف على خوف تاني. خوف من إني ما أشوفكيش مرة تانية، خوف من اللي هربانة منه، خوف من إني أخسر اللي أخيرا لقيته. الخوف بقى ملازمني ومش لاقية منه مهرب. شفتي كنت هنسى اديكي فلوس عم ابراهيم، هيعدي بكره ياخدهم منك، هدخل اجيبهم لك من جوه. سعيدة. سعيدة مبارك. النهاردة استنيتك ساعة راحتك بس انت ما جيتيش. كان عندي شغل كتير قوي هنا، فقلت اخد ساعة الراحة بتاعتي هنا. تحب اجيب لك حاجة تشربها؟ مالك يا كريمة؟ في ايه؟ ابدا ما فيش. صوفيا بس دخلت تجيب حاجة من جوه ورجع، وانا مش عايزاها تشوفنا. يعني انت كويس؟ يعني
النهارده كان لازم اعدي على المستشفى. قبلها طول النهار كنت مع عزيز. يوم كده متلخبط ودمه تقيل. فقلت اعدي اشوفك. يمكن يتظبط شويه. كريمه ما تقولي ان انت مش حابه تتكلمي. انا ما تحاوليش تقنعيني ان مفيش حاجه. ومش من النهارده بس. من يوم ما قعدنا نتكلم. ويمكن من وقت ما اديتك الدبل. والله انا مش عايزه غير ان انا احكي لك. بس مش هينفع دلوقتي. روح انت نبقى نتكلم بعدين. سعيد. لو كنا ناس تانيين وفي ظروف تانية أنا مش هضغط عليكي تتكلمي ولو إن الكلام بيريح. أنا بس اللي مخوفني عليكم إن أنا عارفة إن في كل الأحوال أنتوا الاتنين هتطلعوا من القصة دي خسرانين. هو أقل واحد يستاهل إنه يخسر، لأنه أكتر واحد بيبقى عايز كله يطلع كسبان، حتى لو على حساب نفسه. ما انتبهت إنك جيت. كيفك اليوم؟ كيفه عزيز؟ كويس. حاولت اعدي عليه وانا جاي، قلت بقيت معاه بس يظهر انه نايم. عجبك؟ حلو. تسلم ايدك. بس بيتهيالي صغير على ناديه. ايه؟ لانه مش لناديه. بتحب تكون بنت؟ أو بدك صبي؟ عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه.
ولا قد أعرض للانسحاب.